فخذ النصيحة من طبيب حاذق. معلومة طبية في دقيقة. بالنسبة لعلاقة ضعف السمع بوجود دوخة عند الإنسان، طبعا احنا عارفين ان الأذن ليست فقط مجرد انها جهاز للسمع، الأذن هي جهاز للسمع والاتزان، نصها سمع ونصها اتزان. يعني حتى العصب الثامن اللي هو المفروض ان احنا بنسمع بيه اسمه عصب السمع والاتزان، نصه سمع ونصه اتزان. ففي جزء اللي هو قوقعة الأذن ديت اللي بنسمع بيها، وفي جهاز اللي هو جهاز الاتزان موجود برضو في الأذن الداخلية. عشان كده في ارتباط كبير جدا ما بين أمراض السمع وأمراض الاتزان. يعني في ممكن يبقى المريض بيشتكي من مشاكل في الأذن زي ضعف السمع أو طنين الأذن، وفي نفس الوقت ممكن يكون عنده مشكلة في الاتزان. من أشهر الأمراض اللي ممكن تعمل كده هو مرض منيير أو زيادة ضغط الأذن الداخلية، بيبقى فيه مشكلة في السمع وفي المشكلة في الاتزان. وفي طبعا برضو أمراض كتيرة جدا، منها مثلا أمراض المناعة ممكن تأثر على الأذن الداخلية بالكامل، وممكن تؤدي إلى ضعف السمع بصورة كبيرة، وممكن يبقى كمان معاهم ضعف في الاتزان. فطبعا الاتزان والسمع هما شيء تقريبا خارجين من مكان واحد، لذلك في ارتباط كبير جدا بين مشكلة ضعف السمع ومشكلة الاتزان. وبيكون العلاج مش مجرد ان انا اعالج ضعف السمع لوحده او اعالج التوازن لوحده ببعض الادوية، العلاج بيبقى موجه لاصل المرض نفسه. لما اعالج اصل المرض نفسه اللي هو مؤدي الى ضعف السمع ومؤدي الى عدم التوازن، ده بيحل المشكلتين في نفس الوقت. فخذ النصيحة من طبيب حاذق. معلومة طبية في دقيقة.